السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور ومباشرة على جنبات المقبرة الوحيدة لمدينة أزمور هي مقبرة مولاي بوشايب. مشاهدي قناة شوف تي في، صراحة وضع صادم على جنبات هاد المقبرة هذه. كيف ما كتشوفوا مجموعة من الأتربة، مجموعة من النفايات، مجموعة من الأشواك على جنبات هاد المقبرة هذه. فهاد الوضع احنا غادي نتمشاو وغادي نشوفوا شحال ديال الأزبال وشحال ديال المخلفات ديال البناء وشحال ديال الأشواك على جنبات من البداية ديال المقبرة حتى النهاية ديال المقبرة. مشاهدي قناة شوف تي في، حنا غادي نتمشاو دابا وغادي نشوفو شحال ديال الأتربة، وكيف ما كتشوفو نتوما على المباشر، يعني مشاهدي قناة شوف تي في، يعني في الأيام العادية من غير زمن ديال كورونا، يعني في هاد الأواشر هادي وبالضبط يوم الأحد كان ممنوع على الناس أنهم يجيو للمقبرة، ممنوع عليهم أنهم يجيو يزورو. ففي الأيام العادية كان الناس ما كيقدوش يدوزو من هنايا فاش كيجيو للمقبرة، كان ممنوع عليهم انهم يجيو. علاش؟ الى حقاش كاين الاشواك هنايا وكيتعرضوا للكريساج في هذا البلايص، هذاك في هذا البلايص هذو كيتعرضوا للكريساج. هنايا هنا كاين الحيط ديال الروضه، هنا كاين الثانويه التاهيليه ام الربيع، كيف ما كتشوفوها هي الثانويه التاهيليه ام الربيع، يعني ما بين الحيط ديال المقبره والحيط ديال الثانويه كاين مخلفات البناء، الأشواك، الأزبال، حشاكم أعزكم الله. إلا شفنا في الجهة الأخرى، شوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني في الجهة الأخرى هما الأشواك مرمية هنايا، يعني هذا المكان هذا كيعيش الفوضى من طبيعة الحال. فالساكنة ديال مدينة أزمور ولاو كيخافوا أنهم يدوزوا من هنايا، كيتعرضوا للكريساج. ما كتشوفوا المخلفات ديال البناء كاينه بالجنبات ديال يعني شوف، يعني هذا ماشي، حنا مازال غنوصلوا لهنا غنشوفوا جبل ديال هاد الاتربه هذه، جبل ديال هاد الاتربه هذه. يعني النداء للساكنه، النداء ديال الساكنه للمسؤولين انهم يتدخلوا باش ينقيوا هاد الطريق هذه من هاد المخلفات ديال البناء. يعني الأشواك، الأتربة، الأزبال، هادشي كامل كيخلي الذعر وكيخلي الخوف لدى الساكنة أنهم ما يجيوش لهذه المقبرة هذه. يعني شوفوا الأزبال، شوفوا الأتربة، يعني شوف شحال ديال الأتربة هنايا مرمية، شوفوا الأتربة اللي الله تلاحت جديدة هي في الأرض لتحت في الطريق. احنا غادي نتمشاو ونشوفوا شحال ديال الاتربه، يعني ماشي غير في مكان واحد مشاهدي قناه شوف تي في، راه في الطريق كامل وبالضبط على جنبات المقبره، المقبره الوحيده اللي بمدينه ازمور ما لقياش الاهتمام، ما لقياش الرعايه، ما لقياش العنايه انهم يعتنيوا بها ويشوفوها ويقدوا. كيف ما كتشوفوا يعني المخلفات ديال البناء هنا وهناك في جميع الاماكن. كيف ما كتعرفوا هذا هو الباب ديال الروضه، ها الباب ديال الروضه، الناس كيدخلوا من هنايا. يعني كاين الباب الاخر لهنا من مورايا فين بنينا البث المباشر، وحنا غادي نكملوا المسيره ديالنا مشاهدي قناه شوف تي في، وغتشوفوا المخلفات ديال البناء على طول الطريق. هنا مشاهدي قناه شوف تي في الايام ديال الشتوى هاد الطريق اللي غادي فيه انا كتكون كلها مسدودة بالماء، بالدايات ديال الماء، ما كيخليش الناس انهم يدوزوا من هنا. اللي بغى يدوز خصو يفضل انه يدوز من شي طريق وحده اخرى اللي غادي تبعد عليه الطريق للمنزل ديالو باش ما يدوزش من هنا. يعني شوفوا مشاهدي قناة شوف تي في، شوف شحال ديال الأتربة مرمية في هذا المكان هذا، شوفوا شحال ديال الأشواك. يعني كيفاش بغيتي ان ام ولا اب، مشاهدي قناه شوف تي في، كيفاش بغيتي اب ولا ام انه يجي للمقبره باش يجي يزور
كيتفاجئ انه كيشوف هاد الحويجات هادو. كاين الناس اللي كيتعرضوا للكريساج، كاين الناس اللي كيخافوا اصلا، يخافوا انهم يدوزوا من هذا المكان. فالنداء ديال الساكنه ديال مدينه ازمور انهم يعتنيوا بهذه المقبره وعلى جنبات المقبره، يعتنيوا بهذا الفضاء، بهذا المكان، بهذه الطريق هذه، يخليوا ان الناس تدوز فراحه تامه، ان الناس يدوزوا هما ما خايفين من حتى شي حاجه. مشاهدي قناه تيفي، هذا الباب الثاني ديال المقبره حنا غادي نوصلوا ليه، وغادي نفوتوا الباب ديال المقبره وغادي تشوفوا الوضعيه الكارثيه كذلك ديال هاد الاتربه وهاد النفايات وهاد مخلفات البناء وهاد الاشواك على جنبات المقبره. حنا فتنا هاد البلاصه، ها هو كاين هنايا الباب الثاني، او بالاحرى الباب الثالث، ها هو كاين هنا الباب الثالث. غادي نمشيو وغادي نشوفوا الجهه الاخرى، يعني شوفوا امامكم مخلفات ديال البناء. غادي ندور، نحاول ندور انني ندور تليفون للجهه الاخرى. فوالا، يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، حنايا جينا باش نوريكم الجهه الاخرى. حنا كنا في الجهه اللي على اليسار ديالنا، دابا غادي نشوفوا الجهه اللي على اليمين ديالنا. كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي، شوف مخلفات البناء، هذه كلها مخلفات البناء مشاهدي قناة شوف تيفي، مرميه في هذا المكان هذا بجانب الروضه. هذه هي الروضه الوحيده لمدينه ازمور، يعني الناس ولاو كيخافوا انهم يدوزوا من هنايا بفضل هاد الاشواك وهاد الازبال حاشاكم وهاد المخلفات ديال البناء. شوف مشاهدي قناة شوف تيفي، على طول الطريق، ماشي غير في هذا المكان، ماشي غير في هذا المكان، راه على طول الطريق، على طول الطريق. يعني الناس ديال مدينة أزمور كيفضلوا صراحة عمال النظافة، بادلين مجهود، ضاربين تمارة، كيجمعوا في الأزبال، كيجمعوا هنا وهناك في مدينة أزمور، ولكن هاد مخلفات البناء راه بزاف عليهم في أنهم يهزوا هاد الشيء. كما كتشوفوا بالجانب ديال 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 الروضه. فمشاهده قناه شوف تيفي، غتخليكم معايا، غادي تخليكم معايا وغادي تشوفوا على طول الطريق، ماشي غير في هذا المكان هذا، على طول الطريق مشاهده قناه شوف تيفي. كيف ما كتشوفوا يعني هاد البلايص كاملين، ماشي غير في هذيك البلاصه اللي بدينا فيها البث المباشر، على البلايص كاملين كلهم عامرين بالاتربه، كلهم عامرين بالحجر، كلهم عامرين بمخلفات البناء. مشاهده قناه شوف تيفي، بطبيعه الحال الساكنه ديال مدينه ازمور كتمنى انها تشوف مدينه كتليق الساكنه ديالها. كيف ما كتشوفوا الاحجار، طبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تيفي، هذا الشيء كامل راه على طول الطريق، على طول الطريق ديال الحيط ديال الروضة. إلا تمشينا غادي تشوفوا على طول الطريق. يعني الخناشي مرميين هنايا، مليوحين هنايا، كيف ما كتشوفوه، يعني كل شيء كيترمى هنايا. فهذا كذلك نداء للساكنه ديال مدينه ازمور. بطبيعه الحال راه المدينه
مدينتهم فما عليهم الا يحافظوا على النظافه ديالها، يحافظوا على الرونق والجمال ديال هذه المدينه هذه. بطبيعه الحال راه يد وحده ما كتصفقش، لازم علينا اننا نتحدوا، لازم علينا اننا نتضامنوا باش نزيدوا بمدينه ديال مدينه ازمون، نزيدوا بها للقدام. كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، من بدايه الحيط ديال المقبره، مخلفات البناء، الاتربه، الاحجار، الاشواك، كلها على جنبات هذه المقبره. الناس ديال مدينه ازمون ما بقاوش كيقدوا انهم يجيو لهذه الروضه هذه، كيخافوا من هذا الوضع ديال هذا المكان هذا. ف من طبيعه الحال كيف ما قال لي واحد الاخ، قال لي حموده سير حدا الطاكسيات ديال جديده، ديال جديدة حتى هما عامرين تماك بمخلفات ديال البناء والأتربة والأحجار. يعني مشاهدي قناة شوف تي في راه عندنا الطريق على طول الحيط ديال المقبرة، فالمكان كامل، المكان كامل مشاهدي قناة شوف تي في كامل عامر بالأتربة والأحجار والأشواك. يعني شوف مشاهدي قناة شوف تي في، هاد الأوضاع ما كتخليش أن مدينتنا انها تزيد لقدام، ما كتخليش هذه المدينه انها كيف ما كتشوفوا وانتم على المباشر، يعني يعني شوف مشاهدي قناه شوف تي في على جنبات المقبره. غنتمشاو الأتربة، الأشواك، هذا السوق نموذجي اللي كاين هنا شوف، وهنا المقبرة. يعني الناس ولاو كيخافوا أنه يدوزوا من هنا، ما كاينش السور ديال المقبرة، كاين الأشواك، كاين الأتربة، الأحجار، كل شيء كاين في هذا المكان، مخلفات البناء، هذا الشيء كامل كيخلي الساكنة ديال مدينة أزمون أنهم يطلع عليهم الدم. فمشاهدي قناة شوف تي في نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر، إلى ذلك الحين كنقول لكم إلى اللقاء، السلام عليكم.